علي الدين هو قاتل ورئيس للقتلة، بحيث أنه هو لم يشارك في عملية القتل بشكل منفصل، ولكن هو شارك في فعل المادي، أي حسب الشاهد العيان أن حامي الدين وضع رجله على رأس الجد بن عيسى لأنه كان يتحرك، وضعه لكي يستطيع باقي زملائه لكي يسقطوا على رأسه حجرة كبيرة. كذلك حامي الدين نقول للقضاء المغربي بأنه لم يعاقب على الفعل الذي ارتكبه، ألا وهو القتل العمد مع سبق الإصابة والترصد، لأن المجموعة التي اعترضت سابير السيارة التي أو الطاكسي التي كانت تقيل جد بن عيسى ورفيقه الخمار الحديوي كانوا كلهم هذه المجموعة مصممة على اعتراض السبيل وإخراجه، وبالتالي استكمال السيناريو الذي حدث. فنحن نقول بأن حامي الدين رغم صدور حكم نهائي حائز على قوة الشيء المقضي به بإدانته بسنتين حبسا نافذة من أجل جنحة المشاركة في مشاجرة، هذا الحكم هذا لا علاقة له بالوقائع الحقيقية التي تم ارتكابها، ألا هو القتل العمد مع سبق الإصابة والترصد. وبالتالي فالملف الآن المعروض على قاضي التحقيق الذي ربما غدا قد يمثل حامي الدين أمام قاضي التحقيق بفاس، حيث يتم التحقيق معه في جناية القتل العمد. الأدلة هو أولا شهادة الشاهد الخمر الحديوي الذي شهد أمام قاضي التحقيق وأمام قضاء الموضوع لأن حامي الدين هو الذي وضع رجله على رأس بن عيسى الجيد لكي يثبت وضعه حتى يتمكن باقي زملائه من إسقاط الصخرة على رأسه. هذا شاهد. ثانيا هناك شاهد سائق طاكسي الذي شهد بالوقائع الأخرى المتمثلة في اعتراض السبيل وبهجوم مجموعة كبيرة من الأشخاص عليه وأخذ يكسرون الزجاج وتم إخراج بن عيسى والخمار. وبالتالي فهذه الشهادة هي شهادة للشخص لا علاقة له بالسيار. الأمر الثالث وهو أن حامي الدين في محضر 93 قدم نفسه على أنه من رفاق أيت الجيد، وحكم على أساس أنه من رفاق أيت الجيد، ليس له أي دور إلا أنه شارك في مشاجرة إلى جانب أيت الجيد بن عيسى مع الطلبة الإسلاميين وأودت هذه المشاجرة إلى وفاته، وهي وقائع مغلوطة، بمعنى أنه ولم يحضر في المشاجرة وأيت الجيد ورفاقه لم يكنوا في المشاجرة التي توصي فيها أيت الجيد نهائيا، وبالتالي هي وقائع غريبة كان ينسب فيها هذا حامي الدين نفسه إلى فصيل طلب القائدين أي زملاء ورفاق أيت الجيد بن عيسى، وهو أمر غير صحيح. وكان التيار الإسلامي منذ 93 ينسب حامي الدين إلى تيار طلب القاعدين والطلب اليساريين، وكان التيار يدعي بأن الذين شاركوا والذين ساهموا في وفاته وفي قتله أيت الجيد هم رفاقه، بل هناك من طلب الإسلاميين من كان يقول في حلقياتي على أن حامي الدين كان آنذاك قائدياً، وبالتالي فهو الذي شارك في قتل زميله ورفيقه، إلى أن انفضح الأمر بشكل جلي
وتقدم حمي الدين أمام هيئة إنصاف المصالحة بطلب التعويض، وقدم نفسه على أساس أنه ينتمي إلى التيار الإسلامي. وهناك وثيقة تم الإدلاء بها أمام المحاكم، تم الإدلاء بها على أساس أن حمي الدين كان جزءا من التيار الإسلامي بوثيقة رسمية، وهي شهادة صادرة من أحمد الريسوني يشهد فيها بأن حامي الدين كان ينتمي إلى المجموعة التي كانت تنتمي إليه أنذاك في التيار الإسلامي، وقدم هذه الشهادة وخرجت يعني خرج القرار من هيئة إنصاف والمصالحة عندما تم تمكينه من التعويض على أساس أنه من فصل الطلبة الإسلاميين. أريد أن أشير بأن السيد قاضي التحقيق قام بإصدار أمر بالحضور لحامي الدين، وهذا الأمر تم إرساله من طرف النيابة العامة بفاس إلى النيابة العامة بالرباط، ولا نعرف يعني لماذا هذا التماطل في تبليغ الأمر في حال ما إذا لم يكن قد تبلغ، لأنه لحد الآن لا نعرف يعني المحامون بفاس اطلعوا على الملف وليس به ما يفيد التوصل، علما بأن أكثر من شهر كانت إرسالية قد خرجت من فاس إلى الرباط، وعلى النيابة العامة والشرطة بالرباط أن تكون قد بلغت حامي الدين في مقر سكنه أو مقر عمله أو مقر ممارسته لنشاطه السياسي.